الفوضى هنايا في هاد الحي هذا، ما كاين والو، كلشي هو السوق باقي عامر، كلشي باقي. هاد الناس هادو الحكومه حنا قالت لينا تلتزموا البيوت ديالنا، هاد الناس هادو خارجين كيجيو تالفوا على عوان السلطه، عوان من ولات الورقه كيقول لك عطيني 400 باش نكاشيها لك، بنادم يمشي يشفر. اللهم ان هذا منكر، اللهم ان هذا منكر. هاد السيد هاد الناس هاد الحكومه سي خاصها دير تفرق على الناس في ديورها، ماشي الناس يبداو يدوروا هنا يجمعوا. هادي هي كورونا بسبب هادي هي الفوضى. الناس خاصهم يباركوا في ديورهم، ماشي يمشي يا سيري المكتبه دابا تلقاي التجاره اش دايرين، مركب كيبيعوا فيها حشومه. هادشي عاون السلطه خاصو يجي يدق عنده، عنده سيكتور ديالو، كل واحد غادي يجي ياخذ منه شخص، ماشي واحد كيزعبا كيطبع خمسة الاوراق باقا العائله ديالو كامله تخرج. حشومه هادشي. كاينين الناس اللي طابعين دابا في المكتبه كيطبعوا ستة الاوراق سبعة، اذا هاد المقدم غادي يجي غادي يسيني لهم ستة الاوراق، غايسيني لهم، ماشي حشومه هادشي. اللهم انا منكر هذا، راه حشومه هادشي هذا اللي كيديروا في هاد الناس، راه الجهل هو هذا بعينه، والله الا الجهل. انا خرجت باش نتوضع، انا اللي انا دابا حاليا سيمانه وانا سد على دارنا في دار بوحدي اللي كنخرج، ما عندي لا ورقه لا والو، انا كنتسنى في المقدم، انا متابع اجراءات الحكومه. هادشي اللي قالوا الناس، الحكومه قالت لك التزم البيت ديالك غيجي عندك عون السلطه حتى للدار ويدق عليك، حنا ما شفنا حتى شي عون السلطه. اللهم انا هذا منكر، راه بزاف اختي. واش الناس كيقولوا لهم ريحوا في ديوركم وما باركين خارجين مشتين بحال الببوش، راه بزاف هادشي. انا كنتسنى عون السلطه يجي يدق عليا ويقول لي هاك شكون اللي غنتفقوا، واحد اللي غيخرج من الدار، ماشي الشعب كامل. لا مدخول لا حتى شي حاجه، الغالب الله ما عندناش حتى واحد ما دق لنا. احنا تنشاريها بدرهم، ها هي ها هي شاريها بدرهم، ها هي ما جا عندنا لا سلطه لا شرطه لا والو، ها انت ها هي شاريها بدرهم. ها المقدم تنقلب عليه دابا، يلاه فين غنلقاه؟ كاين اللي خدا 14 فينا هما؟ هاهي كاينين ها هما في الشارع، تيتفرقوا في الشارع قبل المعرفة، كل شيء فيه المعرفة، هادشي تيبينو في التلفازة بحال اللي تيكذبوا عنا، ما كاين حتى شي حاجة لا عثماني ولا كونفيكسيون منبري، الله هو اللي غادي يعيشنا. وتنوجه النداء ديالنا لمحمد السادس الله ينصره، هو اللي بغينا حنا يدخل في هاد المسألة هادي. خديتها بدرهم من الساق وعمرتها وجبتها سيني تاع المقدم، ما عرفتش لا مريم، ما دقش عليا، ما دق عليا حد. انا شد الجوقة، انا امراه ارمله عايشه مع جوج وليداتي، 8000 ريال اللي كنشد للشهر ديال لاكيس، كنشد شهر 10000 في الشهر 8000 ريال باش كنعيش. الله معانا، الوليدات كيتعاونوا شويه، وحنا ديك ال 10000 ما كنمشيوش للطبيب بعدا، كاينه اولا ما كنمشيش للطبيب، دراسنا مشاو، عينينا ما كنشوفوش بيهم، الحمد لله. حنا داخلين ودعينا الضروره راه كنخرجوا نقضيو اغراضنا، شكون غيقضي علينا؟ لا لقينا داكشي كله اللي بغينا في الدار ما غنخرجوش، لقيت الناس مجوقين مشاو خادوها من مكتبه، انا مشيت اش غندير؟ خفتي لا ما يقولك ما تخرجيش وانا ما عنديش ورقه باش غنخرج، دعتني الضروره ناخذ ورقه انا باش نخرج. شيناهم هاد الوراق فينا داك باعوهم لينا، هادو شحال باعوهم لك؟ باع بدرهم. شحال من ورقه عندك؟ عندي سته اوراق، ولادي تيمشوا معايا للعمل ديالي. احنا عامه ولادي تيمشوا معايا للعمل ديالي، وانت عندي غادي نجي عندكم؟ ما يمكنش، لا عندي واحد غادي نجي قسم المقدم يجي عندنا يدق علينا يعلمنا بهذا الشيء، كيتلقاو لهم في الزنقه وكيعطيهم اللي بغاو، كيعطيها لهم من بغا. انا ما خديتش الوثيقه، انا عايشه مع عماتي ومع عمي، ما عندي لا ام لا اب. عندي بنيه، الراجل راه مفارقه معاه. انا اللي غنخرج نتغدى، انا كنبيع ونشري في السوق، عندي طابله في السوق كنبيع ونشري، باقي ما عطاونيش الوثيقه. وا الله اعلم، حنا ما علمناش، حنا مخشين في الدار ما تنخرجوش. ينعش لا خدام وانا اختي باش نخرج، مازال عم تشري تبدرها معايا، ما جا عندي حتى حد.